السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الهمة والعزيمة، صباح النجاح وتحقيق كل ما نتمنى، صباح العمل والنشاط والحيوية، صباحكم توكل على الله، صباح النور حصة. يسعد صباحك يا دعاء، زان الله صباحكم مشاهدينا، صباحنا معاكم توافيج وأرزاق ومهن موزعها رب العالمين. طبعا حدث أمس واليوم هو المعرض المهني بنسخته السادسة اللي افتتح تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار اكتب الفصل القادم لنجاح قطر. يعني هذا الحدث وهذا المعرض صار حدث قاعد ينظم سنويا مثل ما احنا عارفين من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وقطر البترول والديوان الأميري وجامعة قطر ووزارة العمل، يهدف طبعا إلى توفير فرص التعليم والتوظيف والتدريب والتطوير للشباب القطري. والمعرض بدأ طبعا أمس 1 أبريل وراح يستمر لين 6 أبريل، وصباح رباح سيواكب إن شاء الله هذا المعرض هذه الفعالية بنقل مباشر من مركز قطر الوطني للمؤتمرات بدءا من اليوم. طبعا معرض قطر المهني يعني في سنته السادسة، حصة كم مرة رحتي؟ يعني رحتي الكاملة 5 سنين ولا؟ أنا زرته الخمس سنوات. طبعا ما أقدر أقول لك رحتي 6 سنين لأن أساسا هاي السنة السادسة. نعم فزرته 5 سنوات متتالية، وهذه طبعا إن شاء الله تكون لي زيارتي السادسة له، وهذه دعوة لكل طلبة المدارس، مدارس الثانوية والمعاهد والجامعات والخريجين القطريين وأولياء الأمور وكل المهتمين بالاطلاع على فرص التوظيف والتدريب والتطوير والتعليم. ومن المتوقع طبعا أن يوفر هذا المعرض المهني هذا العام نحو 5197 وظيفة، من بينها 1145 وظيفة في قطاع التعليم والصحة و2063 وظيفة في القطاع الحكومي و1319 وظيفة في قطاع المال والأعمال، وأخيرا 670 وظيفة في قطاع الطاقة والصناعة. المعرض يفتح أبوابه يوميا من 9 صباحا لين 9 بالليل، وأحب أشير إلى أن يوم الخميس من الساعة 9 صباحا لين 4 بعد الظهر اللي هو العصر للنساء فقط. طبعا إن شاء الله بنكون موجودين، أنا بكون موجودة يوم الخميس وأنا يوم الأربعاء وأنت يوم الأربعاء إن شاء الله، وإن شاء الله نقدر نستقبل فيه سيداتنا وأنساتنا المتقدمات للوظائف أو للتدريب. عندنا حصة إلى جانب حدث المعرض المهني ونشاطات عديدة في قطر اليوم الثاني من أبريل إلى رزنامة النشاطات. ما شاء الله نشاطات حلوة، زائد أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات بيكون حافل، عندنا معرض المهني لمدة أسبوع، زائد أن هناك بتكون في مسرحية هب الهبوب، هذه المسرحية للستاند اب كوميدي اللي هو العرض الكوميدي الفردي لمجموعة من النجوم. العرض الكوميدي الفردي اللي هو يعني أن شخص يوقف ويعني يلقي مثل نكات أو أشياء، بالضبط هي مواضيع يلقيها شيء بشكل يعني كوميدي، وفي نفس الوقت فيها رسائل يعني مثل ما كنا نتكلم عنها قبل البرنامج. نعم حصة أنت يعني من متابعين هاي أمانة؟ لا أنا مش متابعة، بس يعني صادفت شاب قطري يعني حاب هذه الهواية وما شاء الله عليه يعني قاعد يرتجل الكوميديا بطريقته يعني بطريقة جدا حلوة وهاتفة، فيعني اشتغلت معه حتى يعني مرة، فيعني ما شاء الله يتحسن له مستقبل، زائد أنه قاعد يتصل بيعني هذه الشريحة من النجوم يعني طلع مش بس على مستوى الدوحة حتى على مستوى الدول العربية ما شاء الله. اي نعم، وأتوقع أن فيها رسائل، يعني أنا تابعت كم شيء على اليوتيوب كان فيها رسائل هاتفة. بالضبط. اي نعم، وبعد أنا لفتني في النشاطات اللي هو الصحة النفسية المقبلين على الزواج، طبعا هاي الشيء وايد حلو خصوصا انه بيكون في يعني مثل اسره صحيه نفسيا، بالتالي بيكون عندنا ابداع حتى في تربيه عيالنا، فان شاء الله حياتنا كلها ابداع يا رب.
كلها إبداع، ومن إبداع إلى إبداع. عندنا إبداع لمحبي المأكولات الصحية وعاشقي الحلويات، كانت أمامهم فرصة تذوق أشهى المأكولات والتمتع بأطيب الحلويات والسكاكر فقط من خلال زيارتهم لمهرجان قطر الدولي الرابع للأغذية 2013. هذا المهرجان اللي استضاف أكثر من 60 مطبخ من المطابخ العالمية واستقطب عدد كبير من الزوار. فريق تصوير صباح رباح زار المهرجان وعاد بهذا التقرير. الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع خطوط الجوية القطرية نظمت هالسنة مهرجان قطر العالمي للأغذية، هو للسنة الرابعة التوالي. طبعا في هالنسخة عدة فعاليات وأنشطة. طبعا أول شيء نتكلم عن الفنادق والمطاعم المشاركة، كل فنادق الموجودة في دولة قطر مشاركة، الفنادق الخمس نجوم والأربع نجوم، عدد كبير من المطاعم، تقريبا المجموع 60 مطعم وفندق. هالسنة احنا ركزنا بعد على الاكل الصحي، فعملنا قسم خاص للمأكولات الصحية. طبعا عندنا لاول مرة في الدوحة في خلال هالمهرجان اللي هو العشاء في السماء، دينر ان ذا سكاي. طبعا هالسنة كان في اقبال كبير من الجماهير، كان مثلا يوم الجمعة بيوم واحد وصلنا للعدد 38,000 زائر، هذا في يوم واحد. هالسنة هدفنا هو الاكل الصحي، نعلم الناس بالأكل الصحي، وهو عبارة هالمهرجان إن إحنا نجيب جميع المطابخ في مكان واحد. حصة أنا بصراحة جيت من الأكل الصحي اللي شكله لذيذ، وبصراحة هو حلو أن ركزوا على الأكل الصحي يعني في المهرجان، بعدها يرفع يعني عندنا الثقافة، زائد أن إحنا يعني فريق عمل أو مذيعات صباح رباح أسرة الصباح. أحب أسميها أسرة الصباح، وإحنا أسرة الصباح رباح. طلعنا وين؟ عرض البحر في اللي هي اليوتيوب العام، يبيلنا نروح السماء. قصدك الدونت لو سمحتي، هذا المسمى اللي انا اطلقته الدونت العام. شفتي العشاء اللي في الهواء؟ يعني انا اتخيل، فلنفرض انه اذا كان في هواء يعني امورنا طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. والان مشاهدينا وصلنا الى سؤال اليوم اللي يقول متى كان اول معرض مهني في قطر؟ متى كان اول معرض مهني في قطر؟ 2008 2012 2013. إذا عرفتم الإجابة حياكم الله، واتصلوا لنا على الرقم اللي تشوفونه أسفل الشاشة. وصلنا الحين إلى فقرة الصحف، نبدأها بتلخيص العناوين اللي أبرزتها الصحف القطرية الصادرة صباح اليوم، ومن بينها اعتماد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لموازنة العام المالي 2013-2014 واللي تعكس استمرار عملية التنمية. كما أبرزت افتتاح سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين لمعرض قطر المهني أمس واطلاعه على خطط التوظيف في المعرض. نشوف باقي العناوين. نبدأ مع العرب. تبديل لوحات السيارات لنهاية أبريل. حمد بن جاسم: نسعى لنقل الغاز لجنوب أوروبا. انطلاق مخيم التدريب على إدارة الكوارث بالخور تحت رعاية رئيس الوزراء. وزير التعليم يفتتح أولمبياد الرياضيات الخليجي، 6 طلاب من المستقلة يمثلون قطر. وفي الراية: تعريف بمشروع أسفير للاستجابة للكوارث في أولى دورات ملتقى شركاء العمل الإنساني. عيد الخيرية تطلق الدورة التمهيدية لدبلوم الدراسات الإسلامية. الريل تقدم منحاً للقطريين للدراسة في الخارج. 10 ملايين دولار لتمويل 3 مشاريع بحثية استثنائية. الوطن عنونت: مدير بلدية الدوحة افتتاح صالة تنظيف السمك بالمركزي خلال أيام. طريق مؤقت للشاحنات شمال لوكير تنفذه أشغال. مستشفى جديد بمنطقة بن عمران أشغال تبدأ تنفيذه 2014 ويضم العديد من التخصصات الطبية. كهرماء تطلق خدمة شراء المناقصات إلكترونياً.
وصلنا الحين إلى مقال اليوم، اخترنا مشاهدينا من جريدة العرب للكاتب أحمد بن سعيد الرميحي، وحمل عنوان موازنة للتنمية والمستقبل، وتناول فيه الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد واللي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بأكثر من 200 مليار ريال للعام 2013 و2014، ورأى أن ذلك يعكس حالة من قوة الاقتصاد القطري الناهض، مشيرا إلى قطاع التعليم الذي كان من بين الأولويات في الموازنة الجديدة، وأكد على أننا نعيش اليوم عصر نهضة قطر، نهضة باتت واضحة للقاصي والداني، وجاءت الموازنة الجديدة لتؤكد على أن قطر ماضية في خطة تنموية شاملة تمتد حتى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. يعني بلا شك البنيان الاقتصادي القوي شكل دعامة من دعائم المجتمع الناهض، والحمد لله على كثير من فضله. الحمد لله رب العالمين، واتمنى ان احنا فعلا نحقق رؤيه قطر 2030. اكيد ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا بعد الفاصل بنكون مع الدكتوره نجاة الهاشمي وموضوع امراض الاسنان الوراثيه. والحين مشاهدينا وصلنا لاتصالاتكم على سؤال اليوم اللي يقول متى أقيمت أول نسخة من معرض قطر المهني 2008 2012 2013؟ ألو ألو صباح الخير. أهلين، صباح الورد، شلونك؟ الحمد لله بخير. من معاي؟ زينب. مرحبا يا زينب، وين تكلمينا؟ السمامة. شلون صباحك؟ الحمد لله بخير. جدولك الصباحي شلون شكله؟ كتير حلو معكم. الله يسلمك. بديتي بجدول معين؟ رياضة طلعتي ولا حضرتينا في البداية؟ أول شيء أشوف طلتكم. الله يسلمك، عقبها بيبتدي جدولك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. سمعتي سؤال اليوم؟ الإجابة 2008. 2008، يعطيك العافية وخليك متابعة. معنا اتصال ثاني. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ معك ابن محمد. هلا مرحبا، وين تحطينا؟ من لوكير. شلون صباحك؟ صباح الخير، رباح فيكم ان شاء الله. ان شاء الله اجمعين. وشلونك مع برنامج الصباح رباح؟ والله تمام، حلو كثير والله. عندك فقره كمان. عندك فقره مفضله؟ والله كله مفيد. يعطيك العافيه. وسؤال اليوم سمعتيه؟ ايوه 2008 ان شاء الله. 2008 ويعطيك العافيه. معنا اتصال ايضا. الو. الو، صباح الجوري. صباحك رباح. شو اخباركم؟ طيبين الله يسلمك. من معاي؟ معكي هناء من المعراض. يا هلا ومرحبا، شلون صباحك؟ والله الحمد لله بخير. شو اخبار جدولك الصباحي؟ كله تمام. تمام الحمد لله. سمعتي سؤال اليوم؟ الجواب 2008 ان شاء الله. 2008، يعطيك العافيه. خلصنا اتصالاتنا ووصلنا الى فقرتنا الصحيه، واليوم مع طب الاسنان والدكتوره نجاة الهاشمي اللي بتكلمنا عن موضوع الامراض الوراثيه للاسنان. كغيرها من الأمراض الوراثية، ثمة العديد من الأمراض اللي قد تصيب الإنسان وتعد من الأمراض الوراثية.
الأسنان عفواً وتعاد من الأمراض الوراثية. وفي فقرتنا المخصصة لصحة الأسنان سوف تطلعنا الدكتورة نجاة السيد طبيبة الأسنان على أبرز تلك الأمراض الوراثية وكيفية معالجتها. صباح الخير دكتورة. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. طبعاً اليوم عندنا موضوع الأمراض الوراثية في الأسنان. فبداية يعني ممكن تقولين لنا يعني إيش الأمراض الوراثية اللي تصيب، يعني إيش هي هاي وإيش أنواعها؟ بالنسبة حق الأمراض الوراثية متنوعة، يعني من أكثر الأمراض الوراثية المعروفة اللي هي أمراض الشفة الأرنبية، ينولد الطفل فيها طبعاً، ولها أسباب ثانية غير الوراثية، بس هذه إحدى الأمراض الوراثية. هناك أنواع مختلفة من المتلازمات مثل المرض المنغولي بعد يأثر على الأسنان. هناك علاقة يعني قد تكون غير مباشرة بين نسبة تعرض الإنسان إلى التسوس والجينات اللي يورثها من أمه وأبوه، وطبعاً في خلنا نقول بين قوسين، لأن في عوامل ثانية بعد يعني بتكون مساعدة، وبعد في علاقة بين الأمراض اللثة اللي يتعرض لها الإنسان وكذلك من الجينات اللي يكتسبها من الوالدين. دكتورة أنت ذكرتي الشفة أو الشفة الأرنبية، هي تكون خاصة بالأسنان يعني هي مش من برا بس؟ لا، هي بعد تكون في الشفة وفي لها من فوق، وطبعا تأثر على الأسنان وتأثر على نمو الفكين. فلهالسبب هذه طبعا الإنسان ممكن لو في عائلة، يعني تظهر عندنا في عائلات في قطر معروف أن هالعائلات فيها هالمرض أكثر من غيرها، يعني هي وراثية يعني بالدرجة الأولى، يعني ما تكون هذه نسبة عالية منها طبعا وراثي، لكن في عوامل ثانية يدخل فيها مثلا أنواع معينة من الأدوية تستخدمها الأم وهي حامل، التدخين، فهذه الأشياء كلها تكون موجودة. ترى الأمراض الوراثية اللي تصيب الأسنان هي تكون في الفكين أم في الأسنان أم في يعني وين بالضبط الأمراض الوراثية تكون؟ ممكن تكون حتى في الفكين، لأن احنا مثلا نورث شكل الأنف ولون العينين وكذلك شكل الفك من الأم أو الأبين، يعني ممكن يكون شكل الفك من الأم والأسنان من الأب، مو بشرط أنه كله كامل. أنا لما ذكرت عن العلاقة بين أمراض اللثة والتسوس وعلاقتها بالشيء الجيني، هناك بعض الأشخاص عندهم استعداد وراثي أكثر من غيرهم، لكن إحنا إن يتعرضون لأمراض اللثة بصرف النظر إنه ممكن ما يكون في أمراض مثل السكري أو غيره أو أمراض القلب، ولكن هو معرض أكثر من غيره. فإحنا عشان نتجنب هالشيء نتجنبه بالعناية الزائدة بأسناننا. مثلاً إحنا نورث شكل السن، حتى شكل السن الواحد يورثه من الأم أو الأب. صحيح، في ناس أنا ألاحظ أن مثلاً أسنانهم تكون طويلة أكثر أو صح. أسنانهم تكون، فتلاحظين يعني أنا ألاحظ أن العيلة كلها تقريباً يكون نفس شكل الأسنان، يعني فهي يعتبر وراثي طبعاً. إنزين دكتورة، بالنسبة حق ضرس العقل، هل هي يعني مثلاً إحنا لما يعني يطلع ضرس العقل، من اللي أسمعه أن يعني الواحد يتعب ألم أو مثلاً التهاب أو شيء، فهل هاي وراثي أو أنه يعني كل شخص يختلف من شخص لشخص؟ في ناس يطلع لهم من غير ما يتعبون مثلاً؟ هو طبعاً في ناس يطلع لهم بدون ما يتعبون، وفي ناس يكون موجود مدفون في اللثة وأبداً ما يحسون فيه، بس جزء كبير من الناس يعني يتعبون. يمكن واحد يطلع له أول ضرس عقل وعمره 35، مع أن المتعارف هو لا علاقة له طبعاً بالعقل، بس وطبعاً الإنسان حتى في هالشيء لأنه يورث شكل الفك، فمرات يطلع السن في مكان خطأ، فحتى هالشيء يورثه من أمه وأبوه. يعني ضرس العقل وراثي يعتبر؟ يعني ياخذ نسبة من الوراثة؟ طبعاً ياخذ نسبة من الوراثة، يعني يوم عن يوم صارت الجينات تدخل في كل شيء، عشان شيء حتى حين في اتجاه عالمي يعني يحاولون أن يدخلون العلم الأجنة حتى مثلاً في علاجات مختلفة، منهم يعني خلق سن جديد. سبحان الله. عندنا دكتورة البيوريا، هو مرض وراثي، شنو هاي المرض؟ هذا يعتبر مرض من أمراض اللثة اللي هو تكون فيه تقرحات في الفم، وطبعاً سبب الأساسي يعني لها علاقة بالوراثة بس مش الشيء الكبير. السبب الأساسي أكل الحلويات والسكريات بنسبة عالية وإهمال النظافة الفموية،
فشوي شوي تصيب الأسنان تقيحات وتطلع ريحة كريهة، وممكن أن تزيد عنده النزيف اللثة يزيد عنده، وكذلك يزيد عنده نسبة التسوس. فطبعا هاي يخلي دائما ريحة الأنفاس كريهة، ويحتاج طبعا إلى علاج. إنزين دكتورة، يعني فلنفرض أن شخص الحين ما يعني عائلته ما فيها هاي المرض، وهو مثل ما أنت قلتي يأكل حلويات بطريقة يعني كبيرة وكمية كبيرة وكذا، ممكن يصيده هاي المرض؟ طبعا، ويحتاج إلى علاج، لأن يعني بيوريا كلمة تطلق على رائحة الفم الكريهة المترافقة بأمراض اللثة، فلازم الواحد يعني يهتم أكثر، يحتاج إلى عدة مراجعات عشان يكون في صديد حتى في كثير من الحالات، وتتكون فطريات، فكلها فهو هني لازم يعدل عاداته السلوكية في نوعية الطعام وفي الاهتمام بالأسنان. إنزين دكتورة، في أي عمر تبتدي تظهر أمراض الأسنان الوراثية؟ بالنسبة حق أمراض التسوس طبعاً تظهر أكثر حق صغار السن، كل ما كبر الإنسان تظهر عنده أمراض اللثة بصورة أوضح. أنت ذكرتي أن التسوس وراثي. مش بالدرجة الأولى، لأني مثلاً أنا أورث، يعني أورث نوعية اللعاب، هاي شيء أنا ما أقدر أتحكم فيه. يعني حتى نوعية اللعاب الإنسان يورثها، ففي إنسان عنده نسبة لعاب يفرزها كثيرة، وفي إنسان نسبة اللعاب اللي يفرزها قليلة. كل ما زادت نسبة اللعاب في الإنسان قل نسبة تعرضه للسوس، فتلاحظين العلاقة غير مباشرة. بعدين شكل السن، في ناس أسنانهم محفورة بطبيعتها أكثر من غيرهم، فبعد تعرضهم إلى تلون الأسنان وإلى السوس أكثر. فيعني أنا ما بخلي يعني السبب الجيني هو السبب الرئيسي، هو واحد من الأسباب، لكن أنا عشان أتغلب على هالشيء يعني لازم أهتم أكثر بأسناني، خاصة يعني ما قارن أقول لا فلان والله يغسل مرة واحدة في اليوم ولا في اليومين وكان ما في سوس، هذه ما ينطبق على الجميع، يعني هو يختلف عنك جينيا، يمكن هو جيناته أحسن، ويمكن نوعية أكله ما ياكل مثلا حلويات كثيره، او يشرب، يعني له علاقه بشرب الالبان وال وله علاقه بنوعيه الاكل، ويشرب الالبان في كالسيوم اكثر، او حتى في بعض نوعيات من الاكل فيها نسبه الفلورايد اعلى. انزين في حاله انه كان عندنا مثلا طفل وصاده، مثلا انا ما اعرف الاطفال تصيدهم رائحه الفم الكريهه البيوريا هاي تصير. انزين احنا شلون نشخص ان هاي الطفل المرض اللي فيه وراثي، مش انه صاده من اكل الحلويات وكذا؟ نعرضه على الطبيب، ولان الصراحه في شيء مهم، ان مرات اليوكيميا اللي هو سرطان الدم في الاطفال، فهو يعني والعياذ بالله موجود ومنتشر، يعني مرات ممكن ان اللي يكتشفه دكتور اسنان، لان فجاه الطفل يعني لثته ملتهبه ويروح حق الدكتور وما يلقون سبب واضح، فهني الإنسان لازم يحوله حق قسم ثاني عشان يعني يتأكد ما في مشكلة ثانية. يعني يبدأ بالتهاب اللثة كاملة بعدين يبتدون بالنسبة حق الأطفال، ممكن يعني هاي يكون من الإشارات الأولى أنه يعني فجأة تصيب آلام في اللثة والأسنان وما حد يعرف مصدرها، ما تكون اللثة سليمة ويكون تكون الأسنان سليمة بس يكون في ألم. إنزين بالنسبة حق الكبار في العمر، هل ممكن للأمراض الوراثية هذه أنها تطلع في سن متأخرة في لثتهم أسنانهم؟ طبعاً ممكن هذه تطلع، يعني نفس الشيء مثل بعض الحوامل استعدادهم أكثر من غيرهم أن تظهر فيهم أمراض اللثة، ففي وبعدين نفس الشيء بعضهم مع زيادة المشاغل يقل اهتمامه بأسنانه مثلاً، ففي هالحالة هو يعطي الفرصة حق هذه الأمراض أن هي تظهر. الكبار في العمر تقل الاهتمام؟ لا، ممكن انه هو كبر يكون كبر وقل اهتمام، يعني مثلا في ناس يكونون كبار في السن خلنا، او مثلا يكونون شباب او نساء، ويكونون مثلا نساء اعمال او رجال اعمال وتكثر سفراتهم، والله مو من النوع اللي دائما حاط له فرشه اسنان ومعجون في كل مكان. الله يجزيهم خير، في الطيارات يعطونا فراشي اسنان. يعطيكم فراشي اسنان، صح ما قصروا في كل مكان. فانت استغربتي من هالسؤال، بس ان انا لان فعلا مرات اقول لهم ليش تي، يقول لي والله كنت مسافر. زين وبعدين؟ يعني كل مكان فيه، حتى الطياره فيها يعني مكان تروحين تغسلين وترجعين، خاصه لما احنا نتكلم عن الرحلات الطويله. صحيح. إنزين بالنسبة حق الأطفال، من أي عمر نبتدي ناخذ الطفل حق دكتور الأسنان عشان نتأكد إن هاي يعني إن هاي الطفل ما في أي مرض وراثي؟
الطفل مثلا ممكن ان الواحد ياخذه اذا ما ظهر عليه شيء، كان انسان طبيعي، الواحد ممكن يبدا ياخذه على 4 سنين على الاقل كزياره تعريفيه يحطون له، لان في هالعمر تقريبا تكون طلعت كل الاسنان اللبنيه حتى مرات من 3 سنين. ان اذا هذه اذا كان طفل طبيعي ما في ولا شيء، لو بدا الطفل لو احنا لاحظنا بدون ما يشتكي والله في نقط سود، لان مرات بعض الامهات ياخذون حليب حديد او الطفل يعطونا حديد لان عنده نقص حديد وتبدا تطلع نقط سود في اسنانه، فالمفروض ان احنا نوديه حق دكتور الاسنان عشان على عمر اصغر، يعني مرات يكون عمر الطفل حتى ترى سنتين ونص، او فجاه يقولون لي والله ذابت اسنانه، هي ما ذابت، هي لان الياهل في يعني ياكل حلويات سكر وايد تسوست وانعدمت بدون ما احس فيها، فانا بضطر اوديه يعني على متى ما ظهر السوس او في الاحوال الطبيعيه عمره 4 سنين. يعني حين الامهات الحوامل هل ممكن ان هم مثلا لو اهملوا في فتره الحمل ياثرون على اسنان الطفل؟ يعني اهملوا في الكالسيوم، اهملوا في التغذيه طبعاً الصحيحه، الطفل تطلع اسنانه ضعيفه؟ اي طبعا ياثر عليه، يعني تكون اسنانه، يعني انا عارف ان الحامل هي نفسها اسنانها تتاثر، هي الحامل تتاثر وحتى حتى الجنين يتاثر بنوعيه الاغذيه اللي الام تاخذها. انزين الطفل من اي عمر يبتدي يعني يغسل اسنانه بالفرشه؟ والله احنا دائما نوصي الامهات مع ظهور اول سن اخذي قطنه وامسحي، او شاش صح؟ او شاش او كلينكس، بس المهم ما تخلينا مثلا يشرب حليب وينام، على الاقل في البدايه الوحده تمسح عليه، يعني مثلا واحده بتقول لي والله تو عمره 6 شهور وطلع له سن، ما عليه امسحي عليه بس حتى لو بقطن، لا تحطين له سكر في الحليب ولا في العصاير. بعدين تدريجيا في انواع من فرش الاسنان، طلعت له 3 4 اسنان تدخل شي في الصبع، يعني كل عمر له فراشي معينه. ايوه فتعلمي يعني حتى هو بيتعود ان ريحه فمه نظيفه. صحيح، اللي تعود على النظافه يستمر عليها، يستمر عليها يعني خلاص. دكتوره نجاتي يعطيك العافيه على هالمعلومات القيمه. خلونا الحين اعزائي نعود او نرجع لعند حصه. رجعنا معاكم مشاهدينا ولاتصالاتكم على سؤال اليوم اللي يقول مرة ثانية نعيده، ما هي أول نسخة لمعرض قطر الوطني 2008 2013 2012؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معاي؟ هناء من معاذر. هلا، صباحك الخير يا هناء. صباح النور الياسمين. شلون صباحك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك، شلونك مع الصباح رباح؟ والله الحمد لله توني صحيت واشوفكم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. صح النوم. صح بدنك. الله يسلمك. طيب سمعتي سؤال اليوم؟ اي سمعت صباح اليوم ان شاء الله. 2008 الاجابه. 2008، ويعطيك العافيه وتابعي معنا. معنا اتصال اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، صباح الخير. اهلين، صباح النور. يا هلا ومرحبا، من معاي؟ معك أريج من مدينة خليفة. يا هلا ومرحبا، شلون صباحك؟ الحمد لله، صباحنا مبارك. بلشتي صباحك معانا أكيد مع الصباح رباح. الحمد لله. سمعتي سؤال اليوم؟ إيه سمعت. 2008 إن شاء الله. 2008 إن شاء الله، تابعي معانا. بعد في اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح رباح معاك. يا هلا ومرحبا، من معاي؟ معك أحمد من الريان. يا هلا ومرحبا، شلونك أم أحمد؟ والله بخير، بس بشوفكم الطلة البهية تاعتكم. الله يسلمك، شلونك مع فقرات الصباح رباح؟ ما شاء الله عليها، كثير حلوة وكثير ممتعة. إن شاء الله بس تستفيدين منها؟ أكيد طبعاً نستفيد منها كثير، كمان بالذات تاعت الصحة والأسنان، كثير حلوة الحلقة كانت. جميل، إذا سمعتي سؤال اليوم تابعتيه؟ طبعاً. جوابك؟ 2008 إن شاء الله. 2008 إن شاء الله، بعد في اتصال. ألو؟ ألو؟ ألو، صباح الخير. صباح رباح، صباح النور. يعطيكم العافية. الله يعافيك، من معاي؟ معك مريم. وين تحكينا يا مريم؟ من أم صلال. من أم صلال، شلون صباح أم صلال؟ والله حلو. حلو، يعطيك العافية، إن شاء الله يداوم. الله يسلمك، سمعتي سؤال اليوم؟ إي سمعته. طيب إجابتك؟ 2008. 2008، يا هلا ومرحبا يا مريم. معنا اتصال آخر. والآن مشاهدينا بعد الفاصل بنواكب مخيم الهلال الأحمر مع مريم جوهر، خلكم معنا.
بدأت يوم أمس الأول من إبريل فعاليات المخيم الميداني الرابع للتدريب على إدارة الكوارث، واللي نظم الهلال الأحمر القطري بموقع المخيم الكشفي البحري، ويسعى المؤتمر إلى تدريب المشاركين على قواعد الأمن والسلامة لتفادي الحالات الطارئة. للوقوف عند أهمية هذا المخيم وأهدافه، معنا السيدة مريم جوهر متطوعة في الهلال الأحمر ومشاركة في مخيم إدارة الكوارث. صبحت الله بالخير. مرحبا مسألة. شلون صباحك؟ الحمد لله طيب الله يسلمك. الحمد لله. كلمينا عن مشاركتك، شلون شاركتي في هذا المخيم؟ هل هاي أول مشاركة لك ولا من زمان أنت قاعدة تطوعين؟ لا أنا من زمان يعني في متطوعة في الهلال الأحمر القطري. ما شاء الله. من 2006 تقريبا، من أول مخيم لإدارة الكوارث. أي نعم. سنة 2006 واستمرت معاهم لحد الآن. ما شاء الله يعني عندك خبرة. أنا مشاركة ثلاث مخيمات، هاي المخيم الثالث. الله يعطيك العافية مريم. شن هي الفعاليات اللي يعني تضمنها هاي المهرجان؟ أو المخيم عفواً. يعني فعاليات هذه يعني برامج يقدمها المخيم. أي الأشياء البرامج اللي أنتم يعني تسوونها وتقدمونها حق الناس؟ شن هي الأنشطة اللي تقومون فيها؟ محاضرات؟ شن هي؟ هو طبعاً المخيم هاي يتكلم عن تدريب المتطوعين. نعم. على إقاثة الكوارث والاستجابة للكوارث. حلو. يعني التأهب. يعني لما تصير كارثة مثلاً في دولة قطر لا سمح الله. نعم. سواء فيضان، إعصار، يعني الله يبعد عنا الشر، يعني يدربون المتطوعين كفريق وطني لإقاثة الكوارث. إنزين، فعلى هالأساس إحنا الحين قاعدين نشوف مشاهد على الشاشة خاصة بالترتيبات والإعدادات اللي أنتوا قمتوا فيها مثل ما تشوفين هني. فشن هي الاستعدادات اللي قاعدين تدربون؟ يعني شو يسوون؟ أنا متطوعة وياكم مريم ودربتوني على الكوارث، ايش قاعده اسوي؟ يعني مثلا ما شاء الله وايد جهات يعني هني مشاركه، فشنو انا كمتطوعه تعطوني؟ يعطونك اول ما تدخلين المخيم. ايه؟ طبعا يدربونك على مثلا على حدوثك مثلا اللاجئين هذه، اول ما يروحون من الملاجئ هذه. ايه نعم. الامنه يعني. ايه؟ مثلا بعد الحروب، بعد حدوث النكبات هذه. ايه؟ فيدربون يعني تحن لاجئه. ايه؟ يدربونك اول شيء انك لاجئه داخله معسكر او مخيم. إيه؟ للايواء. ايوه. فاول ما تدخلين طبعا علمونا شلون تسجلين. إيه؟ شلون يعني ياخذون البيانات الاوليه عنك. إيه؟ نعم. ياخذون لك الفحص الطبي، وبعدين يسلمونك الادوات اللي ممكن تستخدم لبس المخيم. إيه؟ والادوات اللي ممكن تستخدمينها في المخيم، وبعدين يدربونك يعني على برنامج مثلا برنامج الدعم النفسي. حلو. الإسعافات الأولية. جميل. الخدمات اللوجستية. إيه؟ الاتصال والإعلام. حلو. يدرون على الإيواء مثلاً شلون تنظمين مساكن يعني خيام للإيواء. إيه؟ للاجئين هذين. يعني مريم أنتوا عندكم تدريب عملي ونظري. أيوة. إنزين شنو هي أهمية هاي التدريب؟ يعني أنا كوحدة عادية أروح مثلاً أبي أتدرب أو أدخل هاي المخيم، شن هي فائدتي؟ فائدتك تكتسبين خبرة شلون يعني يقيمون هذه المخيمات بعد الكوارث. هاي في البداية في العمل في النظري. في النظري يعلمونش يعني الخدمات اللي ممكن يوفرونها لش في أي مخيم. نعم. يعني متدربونش على مثل اللي قلتها أكل مثل اللوجستيك، الدعم النفسي، الإسعافات. نعم. الإعلام والاتصال وكل الأمور هذه، الإسعافات الأولية، وبعدين في اليوم الأخير للمخيم ينفذون لك هذه كلها عملي. تمثيل كارثة عن طريق سيناريو. كارثة طبيعية مثلا سيول، سيول، انفجار مثلا في الحرب. أي. شلون تتعاملين مع هذه الكارثة؟ وفي جهات يعني تكون مثلاً مشاركة معاكم كهلال أحمر على أساس أنه يكون الاستعداد كامل، شنو هذه الجهات؟ في جهات الدفاع المدني، في الجيش، الفزعة، الشرطة المجتمعية بعد موجودة معانا. نعم. يعني هاي الجهات كلها. نعم. يعطونها دور في تمثيل السيناريو هذه. طيب يعني السيناريو مريم يكون حقيقي هو لو شفتي انت بتقولين حقيقي، بس هو تعيشون الدور على اساس انه فعلا. إيه؟ يعني يكون في شيء من الرعب. ايه يعني تحسين يعني تشوفين المصابين مثلا الدم طالع منهم،
المصدوم مثلا بعد هذه يكون عندهم. انت شوكتيني بصراحه ابي اي المخيم ابى اشوف. فهل يعني احنا مسموح لنا يعني ان اي شخص عادي يروح يشترك ولا في شروط معينه ولا ايه؟ انت تفضل عندنا في قسم المتطوعين عند الاستاذ كريم يونس ومنسق المتطوعين وفي عندنا الاستاذ بعد رئيس المتطوعين الاستاذ محمد الكواري ممكن نسقون لك يعني يضمونك لفريق المتطوعين وممكن تشاركين في اي فعاليه ممكن تشاركي في المعسكر هذا. حلو، اذا هذه اذا دعاء يات بنفسه كمتطوعه، هل انتم تقصدون مثلا تروحون لجهات معينه على اساس تطلبون منهم متطوعين؟ لا احنا نستقطب المتطوعين عن طريق الفعاليات اللي يقدمها نشارك فيها. في الجهات المختلفه؟ في الجهات المختلفه، يعني مثلا وين رحتوا مثلا؟ وايد. اعطينا كذي اسماء. مثلا معارض، مثل معرض الدفاع المدني، معرض المرور. الفعاليات اللي في اي جهه يعني يكون مشارك فيها الهلال الاحمر لازم يكون في فريق استقطاب متطوعين. فمن خلال استقطاب المتطوعين ذيلا احنا يعني نقسمهم للعمل. يعني اول ندربهم مثلا على المشاركه في الفعاليات هذه يعني الاجتماعيه في هذه وبعدين هم المتطوعين نفسهم اللي استقطبناهم ذيلا احنا ممكن نستفيد منهم في مخيم اداره القوارب. يعني انتم ترعون انه يكون في سيدات ورجال وكذا ولا يعني لا لا نراعي حتى في المخيم دي يعني فئات صغار من الاعداد عندهم اجازه جميل. الاستر قالوا نقضي يعني نشترك في المخيم المدارس الخاصه يمكن يناسب يعني اجازاتهم ايوه المدارس الخاصه اشتركوا معنا طالبات في الاعدادي صغار يعني بالنسبه حق السيناريوهات اللي تسوونها يعني انا بصراحه شدني الموضوع ورحت سرحت في الخيال موضوع الرعب ها شنو هي يعني الكوارث الطبيعيه نعرفها اللي هي الزلازل والفيضانات والسيول وكذا يعني في سيناريوهات مثلا حرائق او يعني انفجارات او اشياء يعني ثانيه ايوه يسوون لها ليش تمثيل يعني يحطون لك انفجار وناس تلقينهم طايحه والدم طالع منهم يعني وناس يعني انتم دوركم انتم دوركم ان انتم تعلمون شلون في هاي الحاله شلون تديرونها او ان انتم شلون مثلا تسوون الاسعافات الاوليه وكذا اول الانقاذ وبعدين نحاول يعني نوديهم خيام للدعم النفسي لان هذين المصابين بعد ما انصابها شيء يعني في بعضهم اصابات في الجسم بس في بعضهم لا صاحيين ما فيهم شيء رعب مرعوبين بعدين عندهم فقد يعني اي عمليه هذه من الانفجارات او السيول او هاي في فقد منازل فقد اهل يعني وهذه فنعطيهم دعم نفسي وفي فريق الاسعافات الاوليه للشؤون الطبيه يطببون ذي يعني يسعفونهم بحيث انه يعني يعطونهم اسعاف الجروح ولا الاشياء الثانيه بعدين يحاولوا المصابين اللي ما فيهم شيء بس تلقينهم صارخون وذي هاي اكيد يعني عندهم صدمه فيشتغلون عليهم نفسيا في فريق الدعم النفسي يعالج هذين المصابين نتيجه الصدمه ذي طيب. وبعدين اللي ناجين يوجهونهم لفريق الايواء ما شاء الله يعني واضح انه يعني كل شيء متكامل ومرتب من فرق من كذا ذكرت الاسعافات الاوليه يعني هل هي الاسعافات الاوليه اللي انا اتدرب عليها مثلا في اطار بيتي يعني او مثلا في اسعافات اوليه بس متقدمه اكيد في اسعافات اوليه متقدمه وهي من اسعاف الانعاش القلبي والرئوي وفي عندنا اسعاف عن يدربونش على اسعاف الكسور والحروق واللدقات هاي طبعا المتقدمه وفي الدورات البسيطه للانعاش القلبي اللي هو اللي تعليمك شلون تنعشين القلب بعد التوقف اللي هو 30 ضغطه ونفختين في الفم نعم هاي الانعاش القلبي والرئوي هاي في الجزء النظري ولا في العمل؟ في الجزء يعلمونك نظري اولا وبعدين يبون ال وبعدين يعطونك الجهاز تنفذين عليه شلون يعني تنسعفين المصاب هاي او المغمى عليه بالذات. طيب تشتغلون مع المدارس يعني مثلا انت ذكرت هني في اطفال او طلاب فئه الاعدادي على اساس انه من مدارس خاصه وتناسب يعني فعلا وقت اجازتهم مع الفعاليه نفسها. طيب بشكل عام يعني ممكن تستقطبون مثلا المستقله او الحكوميه على اساس انه فعلا ينضمون عندنا كلهم تثقيف؟
اولا عن طريق المعارض. نعم. يشتركون عندنا نسبه كبيره من الشباب في اشتراكات الطلاب. نعم حلو. سواء من حتى في الصيف يجونا طلاب صغار. نعم. وفي طلاب المدارس يجونا فترة الصيف عشان ياخذوا ساعات الخدمه 50 خدمه. اي صح. 50 ساعه. اي نعم. اساس تدريبيه لهم. اي نعم. خدمه تطوعيه. صح. فهم يجون عشان هذه يوم تطوعي ويثبتون عندنا كمتطوعين. جميل جميل. وبعدين عن طريق الزيارات المدرسيه تقومون فيها. يعطيكم العافيه. مريم جوهر يعطيك العافيه على هالحوار الممتع بصراحه والمفيد. تسلمون حبيبتي. الله يسلمك. والان مشاهدينا مباشره من معرض قطر المهني بتكون معنا زميلتنا نور تستضيف من ارض المعارض الاستاذه عائشه الكواري مسؤولة الإعلام والاتصال في المجلس الأعلى للتعليم. صباح الخير يا نور. صباح الخير دعاء، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا ومشاهداتنا. اليوم متواجدين في معرض المهني اللي بمركز قطر الدولي للمعارض. هو مش مجرد معرض للتوظيف، بل هو خطوة جديدة في الحياة المهنية. معنا اليوم ضيفتنا عائشة الكواري من المجلس الأعلى للتعليم. هلا ومرحبا فيك. يا مرحبتين. يا هلا فيك نوره، ويا هلا باهل كل اهل قطر اللي يتابعونا حاليا عبر الصباح رباح. استاذه عائشة، بخصوص ان المجلس الأعلى للتعليم طبعا هو مشارك معنا في المعرض المهني، حكينا عن المشاركه له. صراحة المعرض قطر المهني هي فرصة كبيرة لكل الجهات بما فيهم المجلس الأعلى للتعليم لعرض كافة الوظائف اللي احنا محتاجينها بالفعل. هي فرصة لكل الشباب للالتحاق بسوق العمل وفق يعني خطط مدروسة من قبل المجلس الأعلى للتعليم. طبعا احنا هذه المشاركة الخامسة للمجلس الأعلى للتعليم في معرض المهني بعد ما حصلنا نتائج إيجابية من المشاركات السابقة. زين، شنو هو دوركم، دور المعرض في تلبية طلباتكم واستقطاب القطريين؟ صراحة مثل ما ذكرت أن المعرض له دور كبير، لأنه هو التجمع السنوي لاستقطاب الشباب من الجنسين ومن كل يعني كل المستويات. يعني احنا محتاجين ثانوية أو محتاجين جامعة أو محتاجين حتى اللي حابين يعودون للعمل، يعني الأشخاص اللي متقاعدين أو اللي الحين يبحثون عن فرص أخرى للعمل. بما أن اليوم الثاني للمعرض، تشوفين أمس واليوم إقبال كبير على المجلس الأعلى؟ صراحة الإقبال وايد كبير من أول لحظة فتحنا باب التسجيل. إحنا مركزين السنة على استقطاب الشباب لمهنة التدريس. يعني إحنا عندنا برامج جدا مميزة لاستقطابهم وتدريبهم وتطويرهم. ويعني مثل هاي البرامج يعني كانت موجهة السنة اللي طافت رعاية الخريجات لفئة البنات فقط، لكن السنة احنا فتحناها للشباب والبنات ولقينا بالفعل تجاوب. وبالفعل امس احنا يعني سجلنا كذا سي في عندنا لهذا المشروع. حلو. زين، وشن هي الوظائف المطروحة؟ مثل ما ذكرت لك عندنا أكثر من 200 وظيفة مطروحة من خلال المعرض المهني لهذا العام، لكن تلقينا لطلبات التوظيف لمهنة التدريس ما لها لمت. يعني اللي حاب أنه يدخل مهنة التدريس نرحب فيه، حتى لو ما كان تخصصه في مجال التربوي احنا يعني بندربه، بنوفر له كل فرص التدريب والتطوير من خلال برامج مدروسة لمدة سنة أو إرسالة لبعثة من خلال برنامج تبني الخريجين لجامعة قطر، ويعني على أساس أنه ينخرط في سوق العمل كمعلم مع أخوانه وأخواته المعلمين الموجودين حاليا. حلو. زين، هل من مبادرات تقومون فيها بطرحها للوقوف عند طلبات المتقدمين عندكم؟ يعني احنا المبادرة اللي مثل ما قلت نركز عليها هذه السنة هو برنامج رعاية خريجي الثانوية العامة. هذا البرنامج طبعا له شروط معينة، ان يكون يعني الطالب حاصل على 75% او 845 نسبة تخرجه من الثانوية، وان ما يكون ملتحق بأي وظيفة ثانية.
نحن نتبنى ونرسله لجامعة قطر في برنامج تدريبي مكثف. بعد ذلك يتم يعني ابتعاثه في انخراطه في مهنة التدريس. طبعا طيلة فترة دراسته يتلقى مكافأة من المجلس قيمتها 7000 ريال، وبعد ذلك يحصل على امتيازات عالية جدا كمعلم. وإحنا كلنا نعرف الامتيازات المالية اللي يحصل عليها المعلمين جدا ممتازة، يعني هي كانت سبب رئيسي أيضا في عودة الكثير إلى مجال التدريس. هل من أسس مطلوبة عند المتقدمين في التوظيف ولا؟ نعم، هناك أسس. أول شيء أن يكون قطري الجنسية. ثاني شيء يعني الرغبة الأكيدة في الدخول التدريس. طبعا يعني مهنة التدريس مش مثل أي مهنة. مهنة التدريس تحتاج إلى، هي أمانة، هي نقل معلومات، نقل تربية، نقل اكساب الجيل الجديد من الأطفال يعني مبادئ ومعلومات ومعارف تأهلهم لبناء قطر المستقبل. فبالتالي هذه أمانة، هذه مش مجرد مهنة وبس. وثاني شيء مثل ما ذكرت من ساعة، النسب الثانوية، وإنما يكون موظف أو حاصل على أي برنامج تبني في أي جهة أخرى. نعم. إنزين، شنو هي الطموحات والأفاق اللي تطمحونكم توصلونها من خلال هاي المعرض؟ والله تشوفي، احنا يعني في المعرض الشيء اللي امس لفت انتباه الجمهور، وحتى يعني وجود المعلمين انفسهم في جناح المجلس الاعلى للتعليم. المعلم موجود اليوم في الجناح عشان يبلغ الشباب الواعد ان شنو اهميه مهنه التدريس. هي مهنه الانبياء والرسل. فبالتالي يعني احنا كلنا ملزومين ان احنا نشارك في هاي المهنه. مهنه التدريس يعني لما يجي واحد من المعلمين ويشرح للطلبه افضل بكثير من وجود احد من المسؤولين او من الموارد البشريه يقول له الخصائص والامتيازات. لا، احنا جبنا معلمين هم اللي قاعدين يشرحون للشباب بالفعل واقعهم الحالي. يعني لما انا اسمع من اصحاب الاختصاص افضل مني انا يعني اسمع من اي شخص ثاني مش يعني لامس الواقع بشكل الكبير. الشيء الثاني، احنا نتمنى بالفعل ان يزيد عندنا نسبه المعلمين القطريين اللي يحققون رؤيه قطر 2030. احنا نتمنى ان كل مدارس البنين قبل البنات تكون يعني مليئه بالمعلمين البنائين اللي يساهمون في بناء قطر. انزين، من خلال هاي المعرض، طبعا من خلال مشاركتكم في هالمعرض، نعم، كلمتك حق المشاهدين اللي لحين ما جاوا المعرض ولا شاركوا فيه؟ انا اقول لهم يا هلا ومرحبا فيكم في المعرض المهني وتحديد جناح المجلس الاعلى للتعليم. احنا مستعدين لكل يعني الـ 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 كل استفساراتكم، كل تجاوباتكم، كل مخاوفكم في كل الاتجاهات. حابين تنخرطون مهنة التدريس أهلا وسهلا، حابين القيادات التربوية أيضا أهلا وسهلا، أو حابين أنكم تسألون عن البحثات اللي تأهلكم لسوق العمل في المستقبل. إحنا في انتظاركم في كل فترات المعرض المهني إن شاء الله. سؤال أخير بعد إذنك، المعرض يقوم بدورات، نعم، هل المجلس الأعلى للتعليم شارك في هذه الدورات؟ بالفعل، إحنا شاركنا بعدد كبير من الورش التدريبية. نعم. هناك ورش تدريبية بتكون عامة مع الورش الموجودة في المعرض المهني، وهناك ورش راح تكون في جناح المجلس الأعلى. بإمكان أي شخص يمر على الجناح يحصل على جدول في عدد من هذه الورش اللي تضيف مهارات لدى الشباب. والصراحة احنا يعني حاولنا السنة نضيف بصمة جديدة، لغة جديدة، ومشاركتنا ان شاء الله تكون إيجابية دائما. يعطيك العافية اختي عاشة. شكرا لك. شكرا لكم على هالاستضافة الجيدة. شكرا. مشاهدينا الكرام، خلنا نروح عند حصة ودعاء في الاستوديو.
يعطيك العافية يا نور، والشكر أيضا موصول لضيفتك عايشة الكواري، أمانة يعطيها العافية. شرح مفصل وافي، يعني تستشعرين فيه المصداقية والشفافية في يعني استقطاب هذه الفئة بالذات، وأنا استشعرت فيه أنها تحمسهم بعد، تحمسهم يعني حبيت فكرة أن المعلم هو من يقف في يعني اللي هو شو نسميها احنا منصة العرض هناك، وهو من يستقطب هذه الفئة، هو اللي في الفيلد نفسه مثل ما يقولون في المجال نفسه، فبالتالي لما بيتكلم انا كمعلم اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. واحنا يعني ايضا يعني ك يعني ليش حبيتها، لان احنا بعد كمذيعات في قناة الريان راح نوقف هناك ان شاء الله بالفعل وبنكمل يومنا كامل، ليش؟ على اساس بعد فعلا يعني نستقطب كثير من يعني بنات هالقطر ونقول لهم احنا هذا احنا في هذا الفيلد. يعني انا تحمست واحس يعني بصراحه بالالهام من كلام استاذه عائشه، زائد ان هناك في فرصه للمتقاعدين، يعني تقول لك متقاعدين ما يبون يرجعون لمجال التدريس، فبالتالي نقوم احنا شوفي الترابط توظيف وتدريب، ما نبي نرجع للتدريس، فبالتالي بندربهم على اساس ايش؟ شوف المرونه ان نشوف لهم اماكن اخرى وفرص اخرى. صحيح، لان في ناس متقاعده عندها رحين القدره وعندها الامكان، وبعدين خبراتهم ما نتجاهلها، يعني ممكن نستفيد من خبراتهم السابقه حق الناس اللي قاعده تبتدي الحين. اكيد اكيد، وهذا شيء جميل. والان في مكان اخر في داخل موقع معرض قطر المهني، بنروح المره عند زميلنا احمد الشمري اللي موجود هناك عند منصات عرض الجهات المشاركه بالمعرض. صباح الخير يا احمد. صباحك الله بالنور والسعاده، صبح عليك وعلى جميع مشاهدينا الكرام. يا هلا ومرحبا، كلمنا ايش الاجواء عندك في المعرض؟ الأجواء جدا جميلة هنا في المعرض. المعرض هذا اليوم متواجدين احنا فيه، معرض قطر المهني للتوظيف. المعرض هذا مستقبلك بين يديك، شعار هالمعرض للسنة السادسة. طبعا مستقبلك بين يديك شنو يعني؟ شركات وجهات أمنية وكل شيء تبيه متوفر هنا في المعرض، كلهم موفرين لك في مكان واحد ان انت يساعدك على تحديد مستقبلك المهني بطريقة افضل. وغير هذا اللي يبي يطور نفسه، دورات، بعثات برا، وظائف، المعرض هذا لازم انت تستغله مرة واحدة في السنة، فيجب ان انت تستغله. المعرض احنا اليوم لليوم الثاني فيه، المعرض راح يقام لمدة 6 أيام، في أيام مخصصة للنساء. حياكم وشوفوا وحددوا مستقبلكم، وبخصوص هالمجال خلونا انت معي ضيف، خلونا نتعرف عليه، تعرفنا على اسمك وعلى منصبك. اسمي حسين الحداد، عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. نبي نعرف شنو دوركم. طبعا اول شيء اشكر قناة الريان على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على ابنائهم من ذوي الإعاقة. طبعا هو دورنا السعي مع الاشخاص اللي هم ذوي الإعاقة وتوفير وظائف تتناسب قدراتهم ومؤهلاتهم، وسعي إلى الجهات الموجودة في الدولة من مؤسسات وشركات وحكومات، تذليل الصعوبات كذلك لهم، لأن تدري الأشخاص اللي هم ذوي الإعاقة أحيانا يذهبون إلى الأماكن هذه الموجودة في إدارة المعرض المهني أو الجهات هذه، فيكون صعوبة فقط صعوبة في توفير الوظائف لهم، فإحنا نوفر لهم الوظيفة المناسبة، وكذلك نسعى إن شاء الله هالسنة إلى تدريب الأشخاص اللي هم ذوي الإعاقة قبل التوظيف. نبي هدفكم من خلال هذا المعرض، شو اللي حابين توصلون؟ والله إن شاء الله يعني أهدافنا يعني كثيرة، لكن الهدف الأسمى هو توفير الفرصة المناسبة للأشخاص اللي هم ذوي الإعاقة، لأن الهدف اللي هو توفير الفرصة تعتبر أنه وفرت لعمل، زائد أن هذا الشخص اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة إذا توفر لعمل توفرت لحياة كريمة، قدر يعني ينتج، يكون عضو فعال في المجتمع، ينخرط في المجتمع، يتزوج، يفتح بيت، هذا الهدف الأسمى. يعني أنتم تأخذون الابليكيشن منه وتوزعونها على اللي عنده مجال أنه هو يحدد، فمدى تعاون الشركات أو الجهات معاكم؟ والله التعاون العام بشكل جيد. السنة إن شاء الله نطمح أن تكون المؤسسات وخصوصا الجهات البنوك تعاون إن شاء الله يكون أكثر هذه السنة، واليوم إن شاء الله يكون عندنا تكريم للجهات اللي ساهمت معنا في توظيف ذوي الإعاقة، تقريبا 68 جهة 68 شخص وظفنا خلال الأعوام الفائتة. السنة اللي فاتت من المعرض اللي فات 25 شخص، اليوم إن شاء الله بيكون تكريمهم، وإن شاء الله السنة الجاية يكون النتائج لهذا المعرض تطلع في السنة الجاية إن شاء الله. التقديم المعاقد جاكم يقدم على حسب هو رغبة المكان اللي يبيه، أو أنه يقدم وأنتم تختاروا الوظيفة اللي تناسبه على حسب إعاقته. نعم، معظم الأشخاص المعاقين اللي يجون يدورون وظائف
يبحثون عن وظيفة وخلاص، يعني ما يبحث عن طبيعة العمل أو مكان العمل، لأن مختلف الإعاقات. لكن إذا كانت عندك إعاقة حركية أو إعاقة بصرية، هم أحيانا يختارون الأماكن اللي يبون يشتغلون فيها، لأن تدري الإعاقة الحركية العقل ما شاء الله يعني يكون متخرج من جامعة أو متخرج من ثانوية العامة، كذلك الإعاقة البصرية، لكن موجودين فقط اللي هم ذوي الإعاقة العقلية، هم اللي يخيرون أن احنا نوضعهم في أماكن معينة في البلد. في إقبال على مؤسسة من ناحية المعاقين؟ هل في هناك طلبات؟ هل في هناك إقبال كبير عليكم؟ والله احنا الثاني يوم الحين، فالإقبال لهاليومين شوية ضعيف، إن شاء الله يكون الإقبال لليوم الثالث والرابع، لأن احنا عندنا معظم الطلبات اللي هي متواجدة في قطر، عندنا معظم الطلبات مالتهم، فتجينا طلبات أغلبيتها من قطريين وكذلك من غير القطريين، فتقريبا حاصلين معظم اللي هم الأشخاص من ذوي الإعاقة، لكن ننتظر مخرجات التعليم إن شاء الله في هذه السنة. الله يعطيكم ألف عافية، ومن خارج شاشتنا إن شاء الله الإقبالكم يزيد يا رب، وهذه دعوة منكم لهم، حياكم وتعالوا وقدموا. الله يعطيكم العافية وجزاكم الله ألف خير على دوركم، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدي الكرام، هذا كان كل شيء، نرجع لكم خواتي في الاستديو. ما قصرت أحمد، ويعطيك العافية، وجميل ما ذكرت أن مستقبلك فعلا بين يديك، وهذا طبعا إذا كان مستقبلي بين يدي طبعا راح أكتب مثل ما هو يعني انذكر شعار المعرض المهني، راح أكتب الفصل القادم لنجاح قطر. والآن مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتم بمواضيعنا، تابعونا غدا إن شاء الله. طبعا قبل ما نختم ننوه ان في ثلاث متصلين ما قدرنا بسبب ضيق الوقت للاسف يعني ناخذ على الهواء، ولكن اخذناهم اخذنا اجاباتهم الصحيحه تحت الهواء ودخلوا معنا في السحب، فخلونا نشوف من الفايزه اللي فازت معنا مريم من مدينة خليفة، ألف مبروك يا مريم. والجواب الصحيح هو 2008، والسنة هذه هي السنة أو النسخة السادسة لمعرض قطر المهني. للتواصل مع أسرة الصباح رباح راسلونا على إيميل البرنامج صباح.رباح@الريان.تي في أو عبر صفحة قناة الريان الفضائية على فيسبوك. بأمان الله.